تتخيلوا انا معدي من جنب العربية دي اقوى صوت على السوشيال ميديا. تعالوا معايا، انا مش هقول لي اسمي بس هسيبكم انتوا تقولوا هي مين. منة الله رمضان حضرتك ولا صح؟ طب وانا اسف، انا ممكن بس اسمع صوتها؟ والله انا من اشد المعجبين بصوت على السوشيال ميديا. حضرتك ممكن يعني الفيديو ده يعني خاص ولا تنزله ازاي يعني؟ هينزل على السوشيال ميديا، بقول لك انا من اشد معجبينها. والله انا اسف، انا لان انا تطفلت على حضراتكم يعني. تحت امرك، طالما قران ما بيشغلنيش اي حاجه يعني. تحت امرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. معلش هطول عليكم تاني، كل سنة طيبين أولا. طب بمناسبة رمضان ما فيش أي حاجة نسمعها رمضان؟ طيب كل عام طيب. ماشي كل عام طيب. وحضرتك بخير يا رب. معلش انا اسف والله لو بدقل عليك. معلش استنى مشحت العربيه. معلش استاذنك. ماشي يا مني يلا، مش عايزين نتاخر بس يلا يا مني يلا بقى. الحمد لله احنا كل ده منتظرين الاذان ينتهي، فاحنا بس كل اللي محتاجينه منك دلوقتي هنسمع حاجه رمضان، حاجه اخيره والله وهمشي على طول. معلش رمضان كريم شهر عظيم رمضان كريم شهر عظيم قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم يا اللي بتحلم بالغفران ركع ساجد للرحمن. يا اللي بتحلم بالغفران ركع
ساجد للرحمن تعالى توسل بالمنان تعالى توسل بالمنان وندخل جنات النعيم رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين. شكرا جدا على الوقت الجميل ده. ماشي، الف الف شكرا. مع السلامة.